متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. رمضان 2021 سيحمل الكثير من الأعمال الفنية، ومن بينهم مسلسل يمة الذي لاقى جزءه الأول نجاحا واسعا، وسنعرض لكم أبطال مسلسل يمة في جزئه الثاني. وهذه الصور المنشورة هي لقطات حصرية للمسلسل في جزئه الثاني. البطل الأول محمد الرئيس في دور خالد عبد الرحمن، والممثل سمير الحكيم في دور فاضل عبد الجواد، والممثلة آسيا مشري في دور سامية حداوي، والممثل شاكر بن عمارة في دور غازي، والممثلة مريم عميار في دور مينا كوشيدا، والممثل نور الدين بوصوف في دور فريد قويدر. دون أن ننسى بطلة مسلسل يمة مونيا بن فغول في دور ملاك عبد الجواد، والممثل مبروك فروجي في دور الأزهر بن عاشور، والممثلة مروى بوشوشة في دور مريم بن عمار، والممثل قدير مالك بوعزبية في دور ديميتري، والممثلة صبرينة تخزيرية في دور ميرينا حرشاوي، سيف الدين بن دار في دور أمين حرشاوي. يبدو أن هذا المسلسل سيكون مليئا بالأحداث، ولكن يبقى سؤال مطروح، هل سيرضي المتابعين؟ ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.